واحد بخيل مرة بيشتري طبق حلويات وكده وبتاع، وبعدين في واحد غلبان قاعد على الرصيف بيقول له اديني حاجة. فالراجل اللي اشترى طبق من الحلويات دي جاب كعكة محروقة وقال له خد يا أخي، وراح رميها له. وبعدين الراجل ده ربنا حب يديله درس، حب يديله درس اللي هو البخيل. نام بالليل لقى نفسه في السماء كده أو في الفردوس، شاف نفسه قاعد في فندق فخم جدا وقصر جميل، والناس حواليه عمالة تطلب طلبات والويتر بيقدمها. فهو مسك الويتر كده قال له انت مش سأل فيا ليه؟ مش تيجي تشوف طلباتي ايه؟ قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايز كيت وكيت وكيت. قال له حاضر. فراح الويتر سابه ومشي، وفي الاخر بعد مدة جايب له صينية وفيها كعكة محروقة في الصينية. قال له ايه ده؟ انت متهزاني؟ ما تعرفش انا مين؟ قال له لا، اصل هنا في السماء اللي يقدم حاجة في الارض بيلاقيها في السماء، اللي عنده رجاء في السماء في الحياة الأبدية يعطي بكل فرح. هو الشهداء دول كانوا بيروحوا يسلموا حياتهم رخيصة ازاي يعني؟ هم مش حاسبينها صح ولا ايه؟ ده حاسبينها صح جدا. ده بيبيع الأرض الفانية بحياة باقية أبدية. لماذا لا يكون عندنا رجاء؟ فرحين في الرجاء، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق. الرجاء يعطي فرح ويعطي احتمال ويعطي انتظار لربنا. اللي اتظلم على الأرض ربنا هيرد ظلمه في السماء، اللي كان مريض على الأرض ربنا هيقومه بصحة جيدة في السماء، مفيش مرض. المتنيح البابا شنودة كان يقول في الحتة دي، كان في عيد قيامة، يقول الأعور هيبقى في السماء ليه عينين اتنين، الأعرج هتبقى رجليه زي الفل. فهكذا في السماء لازم يكون عندنا رجاء يا جماعة، يكون عندنا رجاء. الآباء عاشوا على الأرض غرباء، غرباء ولم يستوفوا خيراتهم على الأرض، زي الغني الغبي. عارفين الغني الغبي اللي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأجمع هنا جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. للأسف في نفس اللحظة سمع الصوت بيقول له الآن تطلب نفسك منك الذي أعددته لمن يكون. لازم يبقى عندنا رجاء يا جماعة.